السلام عليكم، عاملين ايه يا اخواتي؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر، اسف على بشاعة صوتي بس عندي برد. مرة تانية فيديو جديد من سلسلة حلقات لعبة بلاد سترايك. فيديو النهاردة بجرب فيه مود المستودع وبصراحة عجبني قوي، بيفكرني بلعبة فالورنت. مش عاوز اطول في المقدمة، يلا بينا. لكن قبل ما ابدا يا جدعان، عايز اوريكم السكن ده. السكن ده بيتطور زي بابجي كده، السلاح بيتطور وبيكون فيه كل مسج وحاجات من دي. امبارح لقيت بيبقى فيه صندوق حظ كده بيتفتح عشوائي، بتدوس عليه مش عارف ما جاليش ليه تاني، وبيجي مره واحده بتدوس عليه. اول ما تدوس عليه انت وحظك يجيلك بقى عملات زي الشدات اللي هي الذهب اللي فوق ده. فانا لحسن حظي بفتحه جالي 999 شد، فبفتح الصندوق ده بالحظ طلع لي الاي كي ام الجامد ده. فحبيت اشارككم الحوار ده واقول لكم ان انت ممكن تكسب اسلحه بتتطور عادي ببلاش من غير ما تشحن والحاجات دي. ودلوقتي انا بعرض لكم يا جدعان الكل مسج والدمج والحاجات دي اللي بتظهر، ومفيش صندوق غنايم زي بابجي، بس هو اخرها كل مسج والاصابه والحاجات دي. هو اي كي ام جامد الصراحه، وان شاء الله هطوره عشان التطوير سهل، فسهل تجيب ماتيريال هنا في اللعبه دي. استنى يا ابني، انا لسه بقول يا هادي موت. في ضرب تاني مش عارف جاي من ايه. ايوه هو ده، مش شايف. المشكلة ان هو مش بيكتب عدد الكلات. موت. طب ازاي لف ورايا؟ ازاي لف ورايا؟ مش شايفني؟ هيموت. جبت هيد شوت. اللعبة جامدة يا جدعان، شبه فالورنت، وهي 5 ضد 5 يعني. في واحد على الشمال يا ابني ولا في ايه؟ محبش لعب الشوت جن، حتى هنا في شوت جن وسنايبر. موت ازاي شوت جن؟ طيب كل شويه هيموتني بشوت جن. في ضرب، تعالى يا صاحبي، تعالى يا صاحبي ريح، تعالى يا صاحبي ريح. بتعمل رولود قدامي. في ضرب تاني من ضهرها، من ضهرك ده، من ضهري ومن قدامي من كل حته. السكواد بتاعي تعبان وهم بيلعبوا مع بعض. هعمل بري فاير. تعالى تعالى تعالى، روح روح. ده مش شايفني، تعالى انت كمان. انا مش عارف ازاي دول. استنى حط كفر، نحط كفر. ايه ده؟ مش دي الشخصية بتاعتي، مش دي الشخصية بتاعتي. الشخصية بتاعتي بتحط كفر. في واحد موت يا صاحبي، موت يا. استنوا، الواد ابو شوت جن ده، الواد ابو شوت جن لازم اجيبه، لازم اجيبه. انا يعني مش عارف ليه ايمي بيروح على الحيطة. موت يا صاحبي، ريح ريح. الواد ابو شوت جن، ابو شوت جن ولا ده مش بشوت؟ كلهم بشوت جن يا جدعان، يا جدعان كلهم بشوت جن. يا صاحبي يا صاحبي، معايا حماية يا صاحبي. ايه ده؟ ايه ده، مفيهاش حماية؟ كنت فاكر أول ما بنزل بيكون في حماية. مش مهم، جبته. واحد هناك لازم يتجاب، مش شايفني. ايمي يا جدعان مسطرة. تنين بيلعب، تنين. موت موت، أنا موت أنا موت. في واحد نط عليا في وش. اخلع 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 اخلع. أجيب. موت. في واحد طلع من هنا، راح الف له بقى، راح اكون اذكى من. يا نهار ابيض، انت جيت من ايه؟ لا ده غلبان، ده غلبان. انا حاسس ان انا هتغفل من ظهري بجد بجد، هتغفل من ظهري. ايه ده؟ لا تعالى تعالى، ريح ريح انت كمان. ايه ده؟ لسه بقول هتغفل من ظهري، كنت حاسس. في ضرب، في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ده الريسبون بتاعي يا جدعان، ما ينفعش يحصل كده. هو في ايه؟ يا رب تظبط بقى الجيم ده. بسم الله، عاوز اكسب جيم. جيم واحد كده السنة. يا نهار ابيض، كل دول اجري. المفروض اغفلهم بقى من هنا. تعال طب، عاوز عاوز اهيل، محتاج اهيل. ايه ده، جبتني منين؟ ازاي لفيت من ورا كده؟ في واحد في وشي، موت. عاوز اهيل، مش عارف الدمج بتاعهم خرافي ليه كده. وده طالع منين؟ ده انت طالع من تحت الارض يعني ولا منين؟ مش فاهم. معايا ناس بتلعب، بتلعب ايه ده؟ احنا 7، انا ما اخدتش بالي. ده احنا 7 نقط، ده انا جايب منهم 7 9 اللي احنا جايبينهم دول. مش مهم، تركيز. فين الناس؟ تعالى صاحبي، ريح ريح ريح. محترف محترف، وبشركم ان هكون محترف في اللعبه دي يا جدعان. اللي المفروض ان احنا نروح نحتل النقطه الحمراء اللي هم واقفين فيها، احنا خايفين نقرب. موت يا صاحبي، موت يا صاحبي، انتقام، انت لسه موتني. موت. هم فين طيب؟ موت يا زميلي، موت ريح. انا واقف فيها، المفروض ده بكسب نقط. طلع دخان اصفر وتموتني. موت يا زميلي، ريح ريح ريح. انتقام، هو ده اللي موتني. لما بيجيب لي كلمة انتقام بعد كده انا انتقمت من اللي موتني. ارمي نيد، ارمي نيد هنا.
يا رب تجيب حد. مجابتش حد بس جبته وخرج لما سمع صوت الليل. وانت موت يا صاحبي، انت براسبل ولا ايه؟ مش انت عاوز ارمي البتاعة دي؟ بس احنا اللي احتلنا النقطة كده، احنا احتلناها رسمي. يا ابن اللعيبة ايه بي بسترة بسترة، بس يا رب ما تغفل. بس في حد دخل بتاع طلب له مصر. موت موت يا صاحبي موت. انا عامل 5 كومبو يا جدعان ورا بعض لحد الان. في نيد بس انا عارف لما بمسك نيد بلاقي واحد ظهر في وشي. النقطة اتغيرت بس انا جبته، هو ده اللي جابه. موت 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 موت. بصوا هيطلع عليا واحد دلوقتي هيكسر وشي. انا حاسس، انا عارف، اصل انا لعبت 5 جيام امبارح. لما باجي امسك النقطة دي ما بعرفش. موت يا زميلي موت يا زميلي، ده احنا احتلنا النقطة كلها. ريح يا زميلي خدش حاسس. موت 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 موت. هتجبر على الشمال محترف. ايه ده؟ مش انا اللي جبته. عاوز اهيل هنا يا جدعان. بس خلاص هيلت وش. ريح يا زميلي انتقام. بس جيب ريح يا زميلي. يا نهار ابيض اتسرق مني. يا سلام على البري فاير يا جدعان. برضه ببجي بتظبط. انت بس موت الاول. موت يا صاحبي اخلص، ورايا شغل يا زميلي. على فكرة العيال مكسرين، بس انا مبسوط من ادائي عامة يعني بصفة عامة. موتوا انتوا الجوز. انا خايف ادخل جوه، مش هلحق ادخل اصلا، هما جايين ورايا. كفاية فوق. ايوه بس هما فازوا خلاص، هما فازوا رسمي، هما فازوا رسمي يا جدعان. بس انا مش حسيبك تموت، بس محصلش نصيب. بس انا مبسوط من نفسي ومن ادائي الجيم ده بجد بجد. ادائي وادائي مبهر. حاسس ان انا هعمل حاجات كويسة اوي في اللعبة دي مستقبلا يعني. موت يا صاحبي موت. خسرنا الجيم يا جدعان. خلاص خلاص خسرنا الجيم، خسرنا الجيم بجد. بس انا شغال عمال اموت فيه ومش عارف ليه. عامل 5 كومبو لحد الان. موت يا زميلي. يا نهار ابيض انا كنت اخر كلاية يا جدعان. برضه انا اكتر عدد كلات عامل 34 كلاية. انا مش بتكلم يا جدعان مش بتكلم. بس كده يا جدعان، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتعمل فولو وكومنت جميل تحت الفيديو، هيحفزني ان انا اكمل. يلا سلام.